السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنحل تقييم علوم للصف الثالث. الأول اللي قدامنا دي طبعا واضحة خالص إن دي رسمة القلب، فهو السؤال بيقول اكتب ثلاثة أسطر عن القلب. أول حاجة، القلب ده موجود فين؟ موجود في جسم الإنسان من جوه، والحيوانات برضو، بس هنتكلم دلوقتي على جسم الإنسان. هو موجود في جسم الإنسان في الجهة اليسرى. يبقى أول معلومة هنكتبها عنه إن هو بيوجد في الصدر، في الجهة اليسرى تحديدا. يبقى أول معلومة إن هو بيوجد في الصدر في الجهة اليسرى. تمام. طيب رقم 2، أول حاجة الدم ده وظيفته إيه؟ بيضخ الدم لجميع أنحاء الجسم. يبقى القلب ده وظيفته إن هو بيضخ الدم لجميع أجزاء الجسم، للمخ بقى والإيد والرجل وكل الأعضاء اللي في جسمنا. يبقى تاني معلومة هنكتبها عنه أهو، بيضخ، أسفة إني خدت واحد، يضخ الدم لجميع أجزاء الجسم. طيب ثالث معلومة إن هو بينبض بمعدل 100 نبضة في الدقيقة. دي معلومة عنه. تمام. يبقى هو، وفي معلومة تانية ممكن نكتبها، إن هو عضو في الجهاز الدوري، يا إما نكتب دي أو نكتب دي. يبقى المعدل بتاعه يا إما 100 نبضة في الدقيقة، من 72 ل 100 نبضة في الدقيقة، أو ممكن إن إحنا نكتب معلومة تانية أسهل، إن هو جزء من الجهاز الدوري في الإنسان. يبقى هو عضو في الجهاز الدوري من الإنسان. يبقى رقم 3، إن هو عضو في الجهاز الدوري، لأن في أجهزة كتير في الجسم، في جهاز دوري وفي جهاز هضمي وفي جهاز تنفسي، كل جهاز له أعضاء. هو بقى القلب من الأجهزة دي. يبقى احنا خدنا 3 معلومات. ايه هم؟ أول حاجة إن هو بيوجد فين الأول؟ بيوجد في الصدر، في جسم الإنسان، في الصدر في الناحية اليسار شوية. طيب رقم 2، إن هو وظيفته إيه؟ بيضخ الدم بجميع أجزاء الجسم. بما إن هو بيضخ الدم يبقى هو عضو في الجهاز الدوري. طيب ده كده أول نشاط. ندخل بقى في النشاط رقم 2. بيقول انظر إلى الصورة ثم ضع الكلمات التي بين القوسين في مكانها الصحيح على الصورة. معانا دلوقتي المعدة والقلب والأوعية الدموية والجلد والعظام والعضلات. إحنا هنبص في الصورة ونشوف السهم رايح على فين. تعالوا نبص في الصورة اللي ناحية إيدنا اليمين. أول حاجة مشاور لي على حاجات بيضة كده جوه. دي مين؟ دي العظام. يبقى رقم 1 اللي هو السهمين دول نكتب عليهم العظام. دي يبقى دول العظام. طيب رقم 2 او السهم الثاني اللي تحته ده مشاور لي على ايه؟ مشاور لي على الجسم من بره، من بره خالص. فده ايه؟ قصده انه ده الجلد. يبقى السهم الثاني ده الجلد. طيب السهم اللي تحت خالص مشاور لي على اللون الاحمر. اللون الاحمر ده العضلات اللي في جسمنا. دي العضلات. طبعا الفرق بين العظام والعضلات، العظام ده اللي هو الحاجة اللي هي ناشفة، يعني هي اللي جوه، والعظام ملفوف، العضلات ملفوفة حوالين العظام عشان تكون هيئة الجسم من بره. يبقى العظام ده الهيكل اللي هو صلب شوية وملفوف حوالين العضلات اللي هي بنسميها اللحم، اللي هو اللحم لها الاسمين، يعني الاسمين علميين، يا يعني اما عضلات او لحم. طيب نبص بقى على الصورة اللي على ايدينا الشمال. أول حاجة مشاور لي على القلب اللي هو الأحمر، اللي هو باللون الأحمر ده، ده اسمه القلب أهو، اللي إحنا لسه واخدين معلومات عنه إن هو موجود في الجزء اليسار، وبيضخ الدم لجميع أجزاء الجسم، هو جزء من الجهاز الدوري. طيب بعد كده مشاور لي على المعدة. تحت القلب كده في كيس كده عامل حرف يو، ده المعدة.
المعدة طبعا غير القلب، المعدة في الجهاز الهضمي يعني بتهضم الطعام غير القلب، يعني القلب حاجة والمعدة حاجة، القلب بيعمل وظيفة غير المعدة خالص، ما لهمش علاقة ببعض. القلب بيوزع الدم لجميع أجزاء الجسم منهم المعدة، لكن المعدة بتهضم الطعام اللي احنا بناكله وتوزع وتخلي الجسم يستفاد برضه بالأكل اللي احنا بناكله. طيب مشاور بقى على الخيوط اللي هي ايه، بالأحمر وبالأزرق، دي في خيوط كده احنا شايفينها بالطول كده، خيوط حمراء وخيوط زرقاء، دي بقى بنسميها ايه؟ بنسميها أوعية دموية، من اسمها كده أوعية دموية يعني فيها دم من اسمها. طيب الأوعية الدموية دي هي عبارة عن خراطيم كده رفيعة جدا، بتاخد الدم من القلب توديه للجسم، وفي نفس الوقت في خراطيم تانية بتاخد الدم من الجسم كله توديه للقلب، يعني في عمليتين متعاكستين. يبقى دلوقتي في خيوط زرقاء وخيوط حمراء، دي بنسميها ايه؟ أوعية دموية. يبقى اهو دي اسمها أوعية دموية. خلاص كده يبقى دلوقتي اخدنا رسمة على ايدينا اليمين ورسمة على ايدينا الشمال. او اليمين في اول حاجة العظام اللي هي باللون الابيض، وفي العضلات اللي هو مشاور لي الصورة التانية اللي هي على الجلد من بره خالص، اللي هو جسم الانسان عادي، ده الجلد اللي احنا بنحس بيه اللي هو عضو الاحساس. ما هو العظام والعضلات ده اعضاء الحركة اللي احنا بنتحرك بيهم، من غيرهم ما نعرفش نتحرك. الجلد ده عضو الإحساس بنحس بيه. القلب ده، القلب والأوعية الدموية الاتنين متعاونين مع بعض. ليه؟ لأنهم جهاز، أعضاء من الجهاز الدوري اللي هو بينقل الدم لجميع أجزاء الجسم. طيب المعدة دي عضو في الجهاز الهضمي. كده تمام النشاط التاني، ندخل على النشاط التالت. دلوقتي جايب لنا نشاط سهل جدا، مفيش أسهل منه. أول حاجة بيقول إيه؟ اكتب اسم عضو الجسم الذي يشير إليه السهم. طبعا الشكل اللي قدامنا ده عصفورة، وطبعا كل حيوان بيختلف عن التاني، أو مثلا طبعا العصفورة دي عندها حاجات غير اللي عندنا، عندها يعني عندها منقار، إحنا ما عندناش منقار، ففي حاجات مختلفة في كل كائن حي مختلفة عننا. فإحنا هنبص أول حاجة على السهم اللي فوق خالص، نشاور على مين؟ على السلام المعدة. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي داخلين طبعا لسه دلوقتي، احنا هنعيد تاني، يعني هنعيد النشاط تاني من الاول، احنا لسه في النشاط الثالث، هنجيب النشاط الاولاني والتاني بعد ما نخلص النشاطين الاخرانيين. طيب يبقى هو دلوقتي مشاور على اول حاجة مين؟ العينان. يبقى نكتب اول حاجة هنا ده العينان. ممكن بس كلنا نقفل المايكات. ممكن كلنا نقفل المايكات. طيب مشاور لي على العضو الثاني اللي هو الرفيع، البوت الرفيع طبعا العصفورة اللي هي بتاكل منه، بتنقي منه الحبوب. لسه مش كان فيها صفحة قبل دي؟ اه في صفحتين قبل دول، في نشاطين قبل دول، انا هخلص 3 و4 وبعد كده هرجع اجيبهم تاني. تمام تمام. نركز بس في النشاط ده. يبقى دلوقتي العصفورة دي عندها حاجات غير اللي عند الإنسان خالص، في حاجات طبعا مشتركة بس في حاجات مختلفة، احنا هي عندها ريش من بره، احنا ما عندناش ريش من بره. فأول حاجة عندها عينان، تاني حاجة عندها ايه؟ المنقار اللي هو الرفيع الطويل ده، وطبعا المنقار ده بيتناسب مع طريقة أكلها. ليه؟ لأنها هي مش بتمسك بإيديها، فلازم يكون منقارها عامل شبه الملقاط كده عشان تلقط الأكل بسرعة وبسهولة. يبقى المنقار ده ملائم للوظيفة أو تكيفها مع الأكل. يبقى تاني حاجة ده إيه؟ المنقار. حلو. طيب نيجي للسهم الثالث، مشاور على إيه؟ مشاور على جسمها من بره، يعني قصده إيه يا مس؟ قصده الأجنحة. طبعا الأجنحة مش محتاجة أقول هي بتعمل إيه عشان يستخدمها في الطيران. يبقى الجناحان. تمام. ننزل تحت على السهمين اللي تحت، مشاور على جزئين في الرجل. أول حاجة هنقول مين؟ الساقين اللي هو الساق بتاعته اللي هو الرجل اللي هو بيمشي عليها. طيب الثاني اللي هو بقى مشاور على إيه؟ على المخالب. طبعا العصفور أو أي حاجة بتطير بتبقى مخالبها حادة شوية. طب ليه يا مس؟ علشان هي بتقف على الأشجار فما تقعش بسهولة، تبقى ماسكة كويس.
في طيور تانية زي الصقر بتبقى المخالب بتاعته حادة لأنه بيصطاد سمك بيها. متخيلين إن الصقر له مخالب حادة؟ ده بوظيفته إيه؟ إن هو بينزل بيبقى عايم فوق كده في البحر، طبعا عينيه نظره حاد جدا، فبيقدر يشوف السمكة اللي هو على الوش المية كده وينزل يلقطها في ثانية ويطلع. المخالب بتاعته دي بقى بتساعده إن هو إيه؟ يمسك السمكة كويس. هنا مثلا العصفوره اكيد مش بتصطاد سمك، امال ايه تعرف تمسك؟ مثلا لو انت شفت عصفوره بتبقى واقفه على حبه رفيعه كده، فبتبقى ماسكه فيه بايديها او المخالب دي ليها، فالمخالب دي ليها طبعا وظيفه. يبقى اول حاجه هنا نكتب الساقين اهو، وتحت ده المخالب. عرفنا المخالب ده اللي هو ايه؟ اللي هو المقابله عند في الانسان ايه؟ اللي هي الاظافر، اللي هي الاظافر اللي عندنا هي عندها بنسميها مخالب. خلاص يبقى ده كده النشاط الثالث خلص. نيجي بقى لآخر نشاط وأهم نشاط. بيقول إيه السؤال؟ صل الطعام بالطريقة التي يساعد بها أجسامك يعني، وأكمل العبارات التي تصف فائدة واحدة لكل مجموعة. يعني إحنا هنعمل دلوقتي حاجتين، هنوصل وفي نفس الوقت نكتب جملة مفيدة. فأول حاجة عندي هنا بيقول مين؟ اللبن والزبادي والجبنة. آه الحاجات دي مهمة جدا. حد بيسأل؟ لا بس انا ما عنديش توصيل. أنت ما عندكيش توصيل؟ ايوه انا عندي كده يا مس. يعني النشاطات دي مش زي اللي عندك؟ لا خلاص يبقى دي ده صف تالت. يبقى احنا دلوقتي هنوصل المجموعة الغذائية دي اللي هو اللبن والزبادي والجبنة، هنوصلها بإيه؟ تعالوا الأول نشوف اللبن والزبادي والجبنة فيهم إيه؟ فيهم أهم عنصر اللي احنا بنحتاجه لجسمنا وبالذات للأطفال الصغننين. دول بقى إيه؟ فيهم كالسيوم. طب الكالسيوم ده يا مس جسم الإنسان بيستخدمه في إيه؟ بيستخدمه في حاجتين، علشان الأسنان تبقى قوية والعظام تبقى قوية. يبقى الكالسيوم ده بيبني العظام بتاعت الإنسان اللي احنا لسه شايفين لها صورة دلوقتي. بيبني العظام بتاعت الإنسان، وإيه تاني؟ ويخلي الأسنان قوية جدا، ما يخليهاش ولا تسوس ولا تبقى ضعيفة ولا تقع بسهولة ولا أي حاجة. يبقى دلوقتي اللبن والزبادي والجبنة هنوصلها بمين؟ هنوصلها بالصورة اللي قبل الأخيرة اللي هي دي أهو. طيب وظيفتها إيه بقى يا مس؟ هو كاتب لك تبني، يبقى تبني إيه؟ تبني العظام، وإيه تاني؟ وتجعل الأسنان قوية. تاني يبقى اللبن والزبادي والجبنه فيها عنصر مهم جدا اللي هو الكالسيوم. طيب الكالسيوم ده مهم في ايه؟ مهم ان هو بيعمل حاجتين، بيبني العظام، وفي نفس الوقت بيخلي الاسنان قويه جدا، لان هو اصلا الاسنان بتاعتنا عباره عن ايه؟ كالسيوم. فهو ده طبعا مهم. يبقى هو تبني العظام وتجعل الاسنان قويه. طيب اللحوم والدواجن والاسماك والبقوليات والبيض والمكسرات. انا قلت ايه؟ لحوم ودواجن واسماك وبقوليات ولبن ومكسرات. دول بقى مصدر اساسي للبروتين. يبقى اللبن والزبادي والجبنه ده مصدر اساسي للكالسيوم. اللحوم والدواجن والاسماك والبقوليات والبيض والمكسرات ده مصدر اساسي للبروتين. طيب يبقى طالما بروتين هنوصلها بمين؟ هنوصلها بالدراع اللي هو فيه عامل دراع قوي كده اهو، هنوصلها لكم اهي، والقلب. طب اشمعنى يا مس القلب؟ طب القلب ايه علاقة القلب بده؟ ما هو اللحوم والدواجن ودي كلها بتكون الدم اصلا، بتكون الدم اللي القلب بيضخه لجميع اجزاء الجسم. يبقى اللحوم والدواجن والاسماك دي مهمة للعضلات. فهو هنقول ايه؟ بتبني العضلات وتجعل اجسامنا قوية. يبقى هي بتبني العضلات، بما انها بتبني العضلات تبقى بتخلي ايه؟ بتخلي صحتنا كويسة والجسم بتاعنا قوي جدا. يبقى تبني العضلات وتجعل أجسامنا قوية. طيب نيجي لبعد حاجة بعد كده، الفاكهة. الفاكهة دي مهمة لمين؟ مهمة للمخ. طب ازاي بقى مهمة للمخ يا مس؟ علشان هي فيها سكريات. احنا عارفين ان كل الفاكهة فيها سكر، فالمخ اساسا او غذائه الاساسي السكر.
المخ غذائه الاساسي السكر. عشان كده يقول لك ايه، لو احنا مثلا قاعدين مش عارفين نذاكر ومش عارفين نركز، كل قطعه من الشوكولاته كده هتلاقيك ايه، تلاقي مخك كده صح، لانك انت غذيته بالسكر وايه وبدا يتمشى. يبقى الفاكهه دي هي هتبقى ضروريه للمخ اهو. طب ضروريه للمخ ليه؟ لانها توفر غذاء المخ. ليه بقى؟ اشمعنى هي اشمعنى دي اللي بتوفر غذاء المخ؟ لانها تحتوي على السكريات. يبقى توفر غذاء المخ لأنها تحتوي على السكريات. طيب نيجي بعد كده رقم 4، الخبز والحبوب والأرز والمكرونة. دي كلها طبعا إيه، من النشويات، عكس اللحوم والدواجن والأسماك والبقوليات والبيض والمكسرات، دول كانوا بروتين. لكن الخبز والحبوب والأرز والمكرونة دول النشويات. طيب النشويات دي بتعمل إيه؟ أكيد لها وظيفة، زي ما هي لها أضرار ليها وظيفة برضه. ايه وظيفتها؟ ان هي بتنتج طاقه في الجسم، بتخلي جسمنا فيه طاقه كده، ونعرف نقوم ونتحرك ونذاكر ونلعب ونعمل كل حاجه. يبقى هو هنوصلها بالصوره اللي هي رقم 2 اهي. هنقول بقى بتوفر ايه؟ بتوفر الطاقه اللازمه. مثلا ممكن حد يكتب ايه؟ للعب، للمذاكره، للجري، اي حاجه، المهم ان هو بيوفر الطاقه اللي بيحتاجها الجسم. طيب الخضروات، الخضروات دي طبعا مهمه جدا عشان بتخلي اجسامنا رشيقه، بتحافظ على رشاقه اجسامنا، ولا تخلي يبقى فيه يعني حد يبقى جسمه مش صحي، او حد جسمه وزنه زايد شويه، فده غلط، غلط على جسم الانسان. لازم أن يبقى جسمنا كده رشيق وحلو، عشان كده ايه لازم نكتر من الخضار في اكلنا. يبقى الخضروات دي هنوصلها باخر الصوره تحت، هنقول تساعدنا في ايه بقى؟ تساعدنا في الحفاظ على رشاقة أجسامنا. ده كده الأربع أنشطة خلصت. نبدأ بقى نسأل. شام، شام أنس، أنت معانا من الأول ولا ما حضرتيش النشاط الأولاني؟ أول سنة ما حضرت المشروع. حضرت إيه؟ أول والاثنين ما حضرتهمش. تمام، أعيدهم لك تاني أهم. هنراجع تاني أول نشاطين. يلا، أول حاجة دي ده القلب، ده صورة القلب، صورة واضحة جدا. فهو السؤال هنا بيقول إيه؟ بيقول اكتب 3 أسطر عن القلب. هنكتب 3 سطور عن القلب. أول حاجة القلب ده موجود فين؟ والله ده موجود في جسمنا. أيوه موجود في جسمنا، موجود فين بالظبط يا مس؟ موجود في الصدر، في الناحية اليسرى، الناحية اليسرى. يعني مثلا أنت يبقى بيوجد في الصدر في الناحية اليسرى. نكتب أول أهو إن هو بيوجد في الصدر، فين بالظبط؟ في الناحية اليسرى، أو نكتب في اليسار أهو. حلو، أدي أول معلومة كتبناها. تاني معلومة، إيه القلب ده أصلاً؟ القلب ده عضو في الجهاز الدوري. طب يعني إيه يا مس الجهاز الدوري؟ الجهاز الدوري ده مسؤول عن توزيع الدم في جميع أجزاء الجسم. يبقى هو العضو او القلب ده عضو في انهي جهاز؟ في الجهاز الدوري. يعني يا مستر، وفي في اجهزه كتير، زي مين؟ زي الجهاز التنفسي، في الرئتين وفي الانف بنتنفس بيهم. طيب في تاني الجهاز الهضمي اللي هو في المعده. القلب بقى ده في الجهاز الدوري. يبقى هو رقم 2 هنقول عضو في الجهاز الدوري. تمام، طيب رقم 3 ايه بقى؟ ناقص هو قال 3 اسطر، يعني 3 معلومات. طيب المعلومه الثالثه هنقول عليها ايه بقى؟ بما ان هو في الجهاز الدوري ومسؤول عن الدم، يبقى هو ايه وظيفته؟ بينبض. عارفين النبضه لما احنا نحط ايدينا على قلبنا كده، مش احنا بنحس ان فيه نبض كده؟ طب ايه النبضه دي بقى؟ هي بتنبض كده وخلاص؟ لا طبعا ليها وظيفه. النبضه دي بتعمل ضخ للدم، بتضخ الدم لكل حته في جسمنا، فبالتالي كل جسمنا يبقى فيه غذاء وصحي
وما يحصل لناش اي حاجه وحشه. يبقى رقم 3 نكتبها فوق، ان هو مسؤول عن ضخ الدم. طبعا بيضخه لفين؟ لكل الجسم. يبقى مسؤول عن ضخ الدم لجميع اجزاء الجسم. يبقى القلب، الصوره اللي احنا قدامنا الحلوه دي، لو احنا لونناها كده باللون الاحمر هتبقى جميله. اول حاجه ان هو بيوجد في الصدر في الناحيه اليسار، قلنا مكان. طيب تاني حاجه نقول هو موجود اصلا في اي جهاز في الجسم. الجسم ده عباره عن اجهزه كتيره، فهو موجود في الجهاز الدوري. طب يعني ايه مس جهاز دوري؟ يعني مسؤول عن توزيع الدم او دوران الدم في كل الجسم. مش هو اسمه دوري؟ يبقى دوران الدم في كل الجسم، يعني توزيع الدم في كل الجسم. طيب رقم 3 مسؤول عن ضخ الدم لجميع أنحاء الجسم. آدي كده النشاط الأولاني. طيب النشاط الثاني جايب له صورتين. كده صورتين، أول حاجة الصورة اللي على إيدينا اليمين، نبص عليها. أول حاجة العظام اللي جوه دي، طبعا يعني صورتها باينة جدا إن دي العظام. هنكتب بقى البيانات اللي بين القوسين دول على الرسم. فأول سهمين يعني دي العظم، فأنا هكتب عليها كده أهو إن دي العظام. العظام حلو. طيب السهم اللي بعده الجلد من بره، هو مشاور على الجلد من بره، يبقى ده الجلد. طيب اخر صورة تحت مشاور على اللون الاحمر. طب ايه اللون الاحمر ده؟ العضلات. طب ايه هي يا مس اصلا العضلات؟ احنا عارفين اسمها كده خلاص. العضلات دي لها اسم تاني ما تكبروا هتعرفوه، بنسميه اللحم. عارفين اللحم اللي احنا بناكله في الفراخ بيبقى لونه ابيض، في اللحمه بيكون لونه احمر، في السمك برضه بيكون لونه ابيض، ده كله عضلات. يعني احنا كده بناكل عضلات الكائنات التانية، فدي العضلات. يبقى ده اهو العضلات. يبقى أول حاجة فوق اللي لونه أبيض ده العظام. طيب اللي هو السهم التاني ده الجلد. طب إيه وظيفة الجلد؟ الإحساس. مش إحنا بنحس بكل حتة في جسمنا؟ يبقى ده عضو إحساس. طيب العضلات دي مسؤولة عن الحركة، العظام والعضلات بيتجمعوا في وظيفة واحدة اللي هي الحركة، حركة الجسم. لكن الجلد دي وظيفة تانية خالص اللي هو الإحساس. طيب نيجي على الرسمة اللي على إيدينا الشمال. أول حاجة مشاور لي على القلب، احنا لسه واخدين كل المعلومات عن القلب دلوقتي. القلب ده قلنا في الجهاز الدوري، يعني بيضخ الدم لكل انحاء الجسم، موجود في الجهه اليسار. يبقى اهو ده القلب. حلو. طيب الوظيفه اللي بقى اسفل، اللي هو العضو اللي تحته او السهم اللي بعده، ده مين؟ على شكل حرف يو كده، بيبقى بنسميه كيس، بيبقى على شكل حرف يو كده، بنسميه المعده. دي المعده. طبعا المعدة معروفة بتعمل ايه؟ ما بناكل الاكل بينزل فيها وهي تبدأ تهضم. طيب رقم 3 مشاور على خيوط رفيعة طويلة كده نازلة. ايه الخيوط دي بقى؟ الخيوط دي بتتعامل مع القلب. يعني ايه؟ يعني هي والقلب بيشتركوا مع بعض كده، بيعملوا وظيفة واحدة. يعني مثل اللي هي الخيوط دي في الجهاز الدوري، ايوه في الجهاز الدوري مع القلب. يبقى القلب، طب ما هو ليه بقى؟ ما هو القلب، مش احنا قايلين ان القلب بيضخ الدم لكل الجسم؟ طب ما هيضخوا في ايه؟ هيضخوا في خراطيم. ايه الخراطيم؟ او خيوط رفيعه. ايه هي الخيوط الرفيعه دي؟ بنسميها اوعيه دمويه، من اسمها كده اوعيه دمويه. الدمويه يعني الدم، يعني بيمشي فيها دم، يعني كانه وعاء كده، الوعاء وبيمشي فيه دم. يبقى هي اوعيه دمويه. كده خلصنا ايه؟ البيانات على الصورتين. نراجعهم تاني. اول صوره فيها العظام والجلد والعضلات. طبعا عشان نفهمهم كويس، العظام والعضلات دول بيعملوا وظيفة واحدة وهي الحركة. الجلد ده عضو إحساس. الصورة التانية فيها القلب والمعدة والأوعية الدموية. القلب والأوعية الدموية بيعملوا وظيفة واحدة، إن هم بيوزعوا الدم لجميع أجزاء الجسم. المعدة بتعمل وظيفة تانية خالص اللي هي وظيفة هضم الطعام. كده النشاط التاني خلص. نراجع برضو بالمرة على النشاط التالت. نراجع على النشاط الثالث. أول حاجة هو جاب لنا صورة عصفور كائن حي، لأنه بياكل وبيشرب ويتنفس وبيتكاثر، يعني بيجيب عصافير صغيرة كده، فده كده كائن حي. طيب مش جماد يعني.
بيقول لي اكتب البيانات او اكتب اسم عضو الجسم الذي يشير اليه السهم. هو حاطط لي كده 5 اسهم وهنكتب الكلمات اللي فوق المربعات دي على الرسم. اول حاجه مشاور لي على العين، يبقى اول حاجه مشاور لي عليها مين؟ العينات. نكتب العينات، وطبعا مش محتاجه اقول لكم ان العين بنعمل بيها ايه، العصفور بيعمل بيها ايه، بيشوف الطعام بتاعه، بيشوف اصدقائه، بيشوف اولاده، بيعمل بقى كل حاجه زي ما احنا بنشوف بقى بعينينا بالظبط. طيب تاني حاجه مشاور لي على اللي هو البق بتاعه، بس هو بقى مش بنسميه بق، احنا هنا بنسميه فم، قصدي احنا في الانسان بنسميه الفم، لكن في العصفوره بنسميها ايه؟ المنقار. طب ليه بقى؟ اشمعنى ليه ربنا خلقنا هي احنا العصفورة دي اسمها ايه؟ العصفوره اسمها ايه؟ هي ممكن تكون نوع من عصافير الكناريا لانها ملونه، لان هي يعني شكلها عادي ما فيهاش اي خلاف يعني. طيب اللي هو ليه ربنا خلقها، يعني خلق الفم بتاعها مش زي الفم بتاع الانسان؟ لان هي اكلها غير اكلنا، هي ملهاش ايدين، ملهاش ايدين تمسك اصلا، يعني تمسك الاكل كده وتاكله زي ما احنا بنعمل، لا هي ما عندهاش كده. عشان كده ربنا خلق لها الفم بتاعها عباره عن الملقاط، كانها ايه، بتلقط الاكل كده من الارض زي ما احنا بنشوف. فلازم يكون الفم بتاعها سهل ان هو ياخد الاكل، رفيع كده ومدبب. ويعني مش عايزه اقول لكم ان في طبعا في بعض الطيور بتتغذى على الديدان، فلازم المنقار بتاعها ينزل تحت الارض فيكون رفيع فيخترق الارض بسهوله. يبقى هنا ده اسمه ايه؟ المنقار. طيب ننزل بقى للسهم الثالث، مشاور على الجسم من بره، يبقى هنا قصده على الايه؟ على الجناحان اللي هي الاجنحه، يعني اللي هو طبعا الاجنحه مش محتاجه اقول هي بتعمل ايه؟ هو بيطير بيها عشان يبحث على غذائه، يهاجر من مكان لتاني من مكان اخر، يهرب من الاعداء، كل ده يبقى ده الجناحان. كانه ايه؟ زي الرجل عنده كده، يعني زي الرجل عندنا، احنا الرجل عندنا ايه؟ بنجري بيها. هو لا، هو بقى عنده جناحان، يبقى الجناحان. طيب ننزل بقى في سهمين تحت حاططهم، في الساق والمخالب. الساق دي حد يقول لي طب يا مس ما هو عنده اجنحه بيجري بيها ويمشي بيها، ايه وظيفه الرجل؟ الرجل طبعا وظيفتها ان هو ايه؟ يقف على شجره، يعمل العش بتاعه، ينزل مثلا لما ينزل يجيب اكل من الارض يبقى رجله يقف عليها، يبقى دي اسمها ايه؟ الساقان، الساق بتاعته. طيب اخر حاجه خالص مشاور على الضوافر بتاعته، الاظافر او بنسميها ايه؟ المخالب بقى. هنا المخالب، وظيفة المخالب هنا مش ان هو يخربش زي ما احنا مثلا ساعات ايه نعمل ضوافرنا كده فنخربش مثلا اي حد، لا هو مش وظيفته كده، هو وظيفته ان هو ايه، يمسك كويس لو هو مثلا واقف على شجرة او واقف على سلك رفيع كده، يمسك فيه كويس ما يقعش، لانه بيقف طبعا على ارتفاعات عالية، فاللي ان هو يمسك كويس، او ان هو مثلا في طيور تانية بتصطاد بيها، يعني بتصطاد فريستها بيها، وزي ما احنا بنشوف في عصافير كده صغننه كده عسوله كده ايه، بتروح تجمع القش بتاعها، بتمسك القش في رجلها كده عشان تبني العش بتاعها، فدي برضو ايه بالمخالب. يبقى دي المخالب. يبقى دلوقتي في النشاط ده جايب لي رسمه سهله ونشاط سهل اصلا، انه جايب لي رسمه وحاطط لي البيانات من بره، يقول لي ايه ده، هو في عنده عينان والمنقار والجناحان والصدى والمخالب. دي كده النشاط الثالث. ناخد بقى النشاط بس الرابع. نعم تعرفي مرة كان في عصفورة يعني تشوفي ديت، هي مرة يعني علقت على دي، على ايه؟ يعني البتاع ديت هي قدرت تفضل واقفة على البتاع ديت. علشان هي عندها ماسكة كويس فيها ما تقعش، تقف على حاجات رفيعة جدا وما تقعش. ليه؟ لأن عندها مخالب وصوابعها رفيعة بتقفل عليها كويس جدا. طيب نيجي بقى لآخر نشاط، وقلنا أداء أهم نشاط لأنه يعني في فهم شوية. جايب لي بيقول صل الطعام بالطريقة التي يساعد بها أجسامك يعني، وأكمل العبارات التي تصف فائدة واحدة لكل مجموعة. جايب لي المجموعة الأولى لبن وزبادي وجبنة، طبعا احنا دول ما بنستغناش عنهم، لازم ناكلهم، ما فيش اي طفل في الدنيا ما يقولش انا بحبهم. ليه؟ لانه لما يكبر
جسمه هيبقى ضعيف، فلازم ناكل كل الحاجات دي حتى لو احنا ما بنحبهاش، لا نحاول ان احنا ناكلها. طب ايه هما بقى؟ اللبن والزبادي والجبن، دول فيهم عنصر مهم جدا اسمه الكالسيوم. الكالسيوم ده بيدخل في تركيب ايه؟ بيدخل في تركيب العظام والاسنان. العظام بتاعتنا والاسنان بتاعتنا طبعا لازم أن تكون قويه، يعني مثلا ما يكون انا جسم ضعيف لو اي حد ضربني هقع وبسهوله، لكن لما يكون انا باكل لبن بقى وزبادي وجبنه والحاجات المفيده دي يبقى انا جسمه قوي، فاقدر ايه اتغلب على اي حد. يبقى اللبن والزبادي والجبنه فيهم عنصر مهم اسمه الكالسيوم. طب الكالسيوم يمس الجسم بتاعنا بيحتاجه في ايه؟ بيبني العظم ويبني الاسنان. يبقى نوصله اهو، نوصله بأنهي صوره؟ طبعا بالصوره اللي تحت اللي قبل الاخيره اهو. طيب وصلنا، فاضل حاجه كمان هنبدا نكتب بقى جمله مفيده. هو كاتب لي ايه؟ تبني. يبقى تبني ايه؟ تبني العظام، وكاتب لي في الاخر كلمه قويه، يبقى تبني العظام وتجعل الاسنان قويه. يبقى تبني العظام وتجعل الاسنان قويه. طب ليه؟ لانه فيهم عنصر الكالسيوم. الكالسيوم. طيب نيجي بقى لتاني حاجه، تاني مجموعه، اللحوم والدواجن والأسماك والبقوليات والبيض والمكسرات. طبعا اللحوم والدواجن والأسماك دول حيوانات، يعني حيوانات صحية فيهم بقى، فاحنا يعني ربنا حللهم لينا فاحنا بناكلهم عشان جسمنا يستفاد بالبروتين اللي فيهم. فهو فيهم مادة اسمها البروتين. البروتين ده مهم لإيه بقى؟ بيبني العضلات بتاعة جسمنا. يعني شوف بقى احنا بناكل عضلات الحيوانات علشان احنا نبني عضلاتنا. يبقى دلوقتي اللحوم والدواجن والأسماك بناكلها، بناكل العضلات بتاعة الكائنات التانية عشان احنا نبني عضلاتنا. طيب امال ايه البقوليات دي؟ البقوليات دي نباتات، يعني نبات برضه بيكون بروتين، ما هو زي الحيوان بيكون بروتين. طب بقوليات زي ايه يا مس؟ زي الفول، زي البسلة، زي الفاصوليا، كتير، زي الترمس، زي الحمص، كل دي بقوليات. والبيض والمكسرات برضو فيهم بروتين. طيب البروتينات دي يا مس وظيفتها ايه؟ او مهمه لايه؟ مهمه لبناء العضلات زي ما انا قلت. طب هو جايب العضلات والقلب، هو جايب القلب ليه بقى؟ عشان يعرفنا ان هي مهمه برضو للدم، يعني الحاجات دي مهمه للدم. الناس اللي عندها انيميا يقول لك ايه؟ كل بروتين. طب ايه هو البروتين؟ موجود في ايه؟ موجود في الحاجات اللي قدامنا دي. يبقى دلوقتي اللحوم والدواجن والاسماك والبقوليات والبيض والمكسرات مهمه لبناء العضلات، عشان كده جايب دراع قوي والقلب. يبقى هنوصلها المجموعه الثانيه، هنوصلها بالصوره الاولى اهو. طيب نكتب بقى جمله مفيده، تبني العضلات وتجعل اجسامنا قويه. يبقى تبني العضلات وتجعل اجسامنا قويه، لان طول ما انا عندي عضلات يبقى جسم قوي، واقدر اضرب اي حد يزعلني او اي حد يظلمني. طيب نيجي بقى لتالت حاجه، الفاكهه. طيب الفاكهه دي بقى فيها ايه؟ طبعا احنا عارفين ان اي فاكهه في الدنيا فيها سكر. طيب السكر ده مفيد لايه؟ مفيد للعقل، مفيد للدماغ بتاعنا، لان اصلا العقل بتاعنا او المخ بتاعنا مش بيتغذى غير على السكر فقط، ومش بيتغذى على البروتين، مش بيتغذى على الاحماض الدهنيه ولا الدهون قصدي، فهو بيتغذى على السكر. عشان كده بقول لك ايه، لو انت قاعد مكسل المذاكره او حاسس ان انت مش فايق كده، كل قطعه من الشوكولاته. كذلك يعني مثلا اقول لك ايه، قبل ما تخش الامتحان كل قطعه من الشوكولاته. ليه بقى؟ المخ يتغذى فتكتب يطلع كل المعلومات اللي عنده بقى. يبقى الفاكهه دي مهمه لنمو الدماغ او العقل، يعني اهو مهمه للعقل. طب ليه مهمه للعقل يا مس؟ علشان هي فيها سكريات بيتغذى المخ عليها، يبقى توفر الغذاء للمخ لأنها بها السكريات. يبقى الفاكهة مهمة للدماغ يا جماعة علشان فيها سكريات بتغذي المخ، عشان كده لازم ايه ناكل فاكهة. كل ده اللي انا قلته ده اكل صحي اهو، مفيش اي حاجة مش صحية. طيب الخبز والحبوب والارز والمكرونة، هو قصده هنا ايه بقى؟ جايب لي الحاجات دي مجمعه لي ليه؟ لانهم بيتعملوا من حاجه واحده. يعني ايه حاجه واحده؟ يعني فيهم نشويات، فيهم مواد نشويه اللي هي المواد بقى اللي الجسم بيحتاجها علشان ايه؟ ينتج طاقه، يدينا طاقه، مثلا طاقه ان انا العب، طاقه ان انا اجري، طاقه ان انا اذاكر، طاقه. يبقى جسمنا فيه طاقه، عشان كده ايه؟ ما بنبقى مثلا مش واكلين لفتره كبيره. ليه بقى؟ لان جسمنا حرق كل النشويات اللي فيه، ما بقاش فيه اي طاقه خالص. عشان كده في رمضان في الصيام بنلاقينا ايه في الاخر كده خالص مش قادرين. ليه بقى؟ الجسم ما فيهوش نشويات تتحرق. يبقى الخبز والحبوب والارز والمكرونه دي مهمه للطاقه، فاني صوره مناسبه ليها؟ طبعا الصوره الثانيه.
دي الصورة التانية. طيب نكتب جملة مفيدة عنها: توفر الطاقة اللازمة للعب أو للجري. يبقى توفر الطاقة اللازمة للإيه؟ للعب. طيب آخر حاجة خالص الخضروات. طبعا الخضروات دي مفيدة لإيه؟ مفيدة إن هي بتخلي أجسامنا رشيقة.